معكم أمل الجهورية، أعمل باحثة إعلامية بمجلس الشورى العماني وأيضا مراسلة وكاتبة صحفية بعدد من المؤسسات الصحفية في سلطنة عمان. اليوم تعد إضافة هامة بوجود انطلاق إذاعة مونتي كارلو الدولية هنا في سلطنة عمان وفي مسقط تحديدا. هذه القناة غنية عن التعريف ببرامجها بطاقمها الإعلامي المميز. نحن سعداء ونبارك للإعلام العماني هذه الإضافة، ونتمنى أن تكون إذاعة مونتي كارلو أيضا منبع هام لرفد الإعلام العماني والإعلاميين العمانيين بمستواها المهني والفني والإعلامي قريبا إن شاء الله. شكرا لقناة مونتي كارلو. أنا اسمي حاتم الطائي، وأنا سعيد بوجودكم معنا هنا في الفضاء العماني. قناة مونتي كارلو قناة حديثة وشبابية وممتعة جداً.